افا هلو اعطيتها الكف وماتت. يو شباب كيفكم؟ قلت لك فيديو جديد عن جي تي اي. انا ويمكس مستر اللي قاعد يذبح في المسكينه هذه. مو جوك. المهم معلش على السحب اللي قبل اسبوعين، بس كان يعني اختبارات صح يا ولد؟ اختبارات صح؟ دوبها قبل كم ساعه جاني من المدرسه. ايش ونحن مؤجزون لمده 10 ايام. يعني لا يغركم صوتنا انه صوت بزور او صوت شيء. ترى احنا كبار. احنا ثانوي. متوسط. الله يهديك. ما يرقص. وقف اخرج. اي شيت. فين راح؟ اركب بسرعه. تصدق دبي لاحظ ان شو اسمه ذا؟ احنا توام؟ توام مختلف. توام شعر. طيب اسمع، انت حوس بالشرطه. لا ولا معضلين. تعال. طالع في مين؟ طالع في مين؟ اوكي بس رجعنا لكم، والحين بنسوي مهمة. اوه شاحن، اوكي ادخل انا ولا اوقف فوقها ولا ايش اسوي؟ تعال لا بدك تركب من الجنب. اركب يا ولد. كم معك؟ 76000. جو جذبي بسرعة. هلا والله يا ابوي. اخلص يا رب. ضيع. لحظة سكوت. شح الباب. بالله شوف الفرق ما بين السيارة اللي أنا جبتها والسيارة اللي هو جابها. شوف الباب، شوف الباب. الباب خلاص ما صار، الباب أصلا ما صار يتسكر. إي ما صار يتسكر. حتنفجر في أي لحظة، إيش رأيك تهرب؟ وقف. أوه لا معفن، ما أبغى ما يعني مرة ما حلو يعني. كذا رجعنا لكم ثاني مرة بعد من أشياء كثيرة. أوكي أنا سوينا المهمة ذيك، بعدين ضعنا، أنا ضعت مو هو، أنا ضعت. كل ما أشوف هذه المنطقة، كل ما أشوف بقالة أروح أسرقها. وهذا متمتع قاعد يسوي يضبط سيارته. استغفر الله منك دوب انا مشتريها. حلالي 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 حلالك حلالك. مو قلنا انه مو حلال. انا قلت لك تستخدم جبت كذا. انا عبال ما اموت واموت 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 5 مرات انت لسه ما جيت. وصلنا. بس ما تعرف. اقول بس ما تعرفني. ما تعرفني صح. انا مش منصر اللي ما طيب خلاص اوكي حسمع كلامك هذه مره. بس يا ويلك لو المهمه خسرناها. لا انت ما تعرف انك سبونسر صح؟ ما تعرف. كني ما يسمع. ما سمعت اصلا عنك. صاحبك ما تعرف. ما هي شرطة. هي عيال انا معاه من 3 سنين 4 سنين. شت مزر لفر. هي مت. انت مو امكس مستر، انت ما تعرف عبد الله علي. هي ما تعرفني انا. هي شوف وين راح. قدام. قدام. السلام طيرنا. لا محمد اول مره اي اوه اي انحرق. بنحرق. احاول اخذنا يعني انا قاعد انحرق حاليا. شباب ارسل لكم بعد منعقارات ومناهرات والاشياء هذه المزينه. وين؟ ما شاء الله انت والولد ذي حقك في كل مقطع. المقطع اللي فات ول لا مو ولا انت قلت ونسك الباب. وي قب اقفز. وي ما عندي مظله الا جرب الحين يمكن عشان ليفلك صار 18. جرب طب بسرعه. ايوه جادري كيفك؟ يوووو فركو. اوه في حق السيارات. لا تاخذ سياره لين ما انا اقول لك. شت ايش طلع سيارتك؟ يا ايش السياره نسيتها ذي. يلا 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 خش يا روح. في امل. لا الصوت اي 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 مات. انا في موت صح. انا في دافع عنك. اي اي لا 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. وش ذا؟
سواء مكان او منطقه في العالم ما عندنا وقت، ما في وقت، ما سلمنا حتى واحده ما سلمناها. بسرعه بسرعه الشرطه بدها يقول له لا انا بموت، انا بموت جد يقول له هذا لا اخذتها صحت علي لا الا صحت علي سحب علي ايوه تركني وحيدا يا ابني ما عندنا وقت يعني على الاقل على الاقل يا اخي دوب جاب اخذ السياره واحد يدعسني الله يلعنك. اي هذه مشكله ترى من اول صار لي قريب شكرا اللي دفني قبل شويه قريب كلو خارة امشي انت الثاني لا شوف اول حاجة السيارة مرة رخيصة وبطيئة مرة هاي شوف فين حطوني اكس ايش تدوي امراه والله انا وراك على طول عارف شفتك الخريطة احفظ حط انت يا الله لا مو ملعب صابوني ايش تبغى ام الملعب الصابوني الحين عشان تراب والله دحين تقعد السياره تقعد تقلب لي يمين يا صاحبي اشتري هذه السياره شكلها كويسه ايه اقول اشتري هذه السياره ترى في اربع دقائق طيب عادي تكفي هنا المحل تكفي توفي اخيرا اخيرا اوه 25000 يا ولد اقدر اشتري بيت كم البيت اللي ب 200000 اخذته استنى باي بعدين ال 100 البرش ايه فهمت ما اوكي نروح بيتك صار عندي بيت صار عندي بيت اركب الطياره يلا احييك على بيتي احييك على بيتي استنى خل بيتي اركب بسرعه الحين انا اعرف من بيتك ترى اخلص ترى هذول جو جون عصابه بسرعه لا صعب اشوف يا حمار ها انت الطياره ايه حمار هاي تعال خلينا نوريك بيتي طن اوه ما شاء الله سلام عليكم بيت جميل كان عندي بس كان اوه استغفر الله وش فاتح في التلفزيون لا طالع وين رحت اي لو انا 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 ابغى اسكر التلفزيون ما ابغى روح انقل عينك ليه ما بدي اتحرك الا اللي عندي انا اسكر هذا ايه بس خلاص يلا انزل امامك التالي خذ شيت او بجي ابزعلك شويه مين ده الوريع مين خل فكني عليه هاي لا شو امي طالي خليك واقف خليك واقف لا تتحرك خليك محلك لا تنزل الطياره انا بقتلهم بعدين اجيك عادي اسحب عليك ما في شيء ركض بلا اوكي خلاص انت خذ طياره ثانيه انا عندي هذه اوه في حاجه انفجرت هي اوب الطياره انفجرت الطياره عندنا فلوس اشت لا بي اي اكبر احنا او لا مت سيارة وقعت عند الاسرار اي اح قتلونا الله ما افتهم يا شيخ اوكي جاهز لحظة اصبر يلا يلا جو دوس ادعس بالتيربو ترى ها لا خلي التيربو ترى يفيدك بعدين دعسته بس ايش بقي من التيربو حقي
قول ما شاء الله ما شاء الله. لا انصدمت. لا لا بموت 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 اي مرة ما في تفاهم يا رجال. شرطة يعني ليه زعلانين؟ ترى كله دباب الدباب. لن تحصلوا علي حيا حتى. حصل عليك ميت. والله حجبوني ميت. حجروني السجن وانا ميت. يدفنك في السجن. يا ركيل لا 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 تموت لا تموت لا تموت مت مهمة مستحيلة ام باسيبل اي الدباب لا 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 تكفون عمال طب اصبر اصبر خليني اتكلم لا تفهم يطلق على طول بوف 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 في مهمة ثانية نسيتها مهمة نعم. نسرق دبابة من الجيش هذا الا بيورطنا باي طريقة كانت نص ساعة معانا نص ساعة معانا نص ساعة عادي معانا وقت كثير هيا امشي امشي اركب بسم الله طب 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 دق طب بس حلاله الله 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 ايوه ووو دخلت دوس سلام عليكم احلى شعور ليه ما نقدر نسرق هذه احسن اضف بوري 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 سكرك تبي وراك 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 نط اوكي والله ما هزتك ولا شيء انا قوي على بالي هذه حتهزك ولا شيء كذا تسوي لك شيك شويه طيحتني يا سبك طيحتني يا سبك وصلنا 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 طب 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 وما عندك برصات لا لا طبك طبك الحمد لله هلو هيك صافي دوك ما بطالو فيه ولا بطالع في طريقك بطالو فيه في تخفيضات في تخفيضات يا ليش يا الله اي حنلحق 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 اه الحيوان جاي من ورا مطيرني طيارة بنت كلب